السلام عليكم بنات ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عثمان زيدات في التطبيق ديال هضرة شيمة اللي كنتمنى أتلقاكم بألف خير. وكنبغي نوجه تحية لجميع المتتبعات ومتتبعي قناة أم عثمان زيدات، واللي أول مرة غيدخل القناة كنقول ليه مرحبا وألف مرحبا. إن شاء الله تلقى في القناة داكشي اللي بغيتي وداكشي اللي كتمنوا. إن شاء الله قناة أم عثمان زيدات قناة تعليمية تحفيزيه، قناه تعليميه تحفيزيه لجميع النساء، جميع النساء من جميع الاخطار. بالنسبه للتدوار المرمى، الناس اللي قالوا عافاك ام عثمان رجعينا التدوار المرمى، راني كنقرا لي كومونتير ديالكم، ان شاء الله رجع لكم دروس التدوار المرمى باذن الله. اليوم البنات غنديروا الخطفه بزوج تلوينات بهذا الاصفر اللي مخدومه به الجلابه ولون الثوب. غنبداو بسم الله وعلى بركه الله تطبيق ديال هضره شمه، وشوفوا معايا البنات كيفاش غنخدمها، وان شاء الله غنخليكم مع الاشكال النهائيه، وان شاء الله غنزل لكم الرشمات الموديلات بالرشمات ديالهم ان شاء الله. يعني واحد اليومين غنزل لكم، لا نقدر يومين وننزل لكم الرشمه والتطبيق ديالها، يعني مخدومه بجنبها رشمتها كيف ما معتاده معكم دائما. ما كنحتكر شي حاجه عليكم، ما كنخبي عليكم شي حاجه، داكشي اللي عرفني الله راه كنشاركو معكم، وحنا نتوما كتعلموا وحنا كنتعلموا وانتوما كتستافدوا وحنا كنستافدوا، وهكا بغات الوقت، وهكا بغات هكا يكونوا الناس المسلمين. يعني شي يعاون شي وشي يمد اليد لشي وشي يتعاون مع شي، انا نعطيكم رشامي وانتوما عطوني رشامي، وشي مهم بيناتنا يبقى داكشي متبادل. غنبداو بسم الله وعلى بركه الله تطبيق ديال هاد الرشمه بالخطفه، يعني الصوره واضحه. بسم الله، يعني شوفوا معايا غنبدا باللون الاول، غنبقى نخدم وندير بحال زيكزاك. عرفتي راه مادا بيا نقرب لكم اكثر من هذا القياس. شوفوا معايا الشكل ديالها كيف جا، غنعاود نخدم لها. يعني الاخوات كيسولوا واش كتخدمي بحول سد، عرض واحد اللي طالعه به، غير انا كنحرك المرمى واحد شوي، يعني كندير بحال الطليعات. شوفوا معايا يعني عرض واحد اللي خدامه به. البنات اللي كيسولوني عند من كنخيط جلالبي، عند روبيو وعند ابراهيم، هادو جوج اللي كنخيط عندهم في شارع الخليل. البنات اللي عجبتهم جلابه مخيطه باليد كنخيط عند روبيو، الله يعمر ليه الدار وكلمه واحده، وكنخيط عند ابراهيم. صافي البنات خدمت هاد الخطفه بهذا الشكل هذا، غنعاود نخدم وسط منها بلون الثوب. غنخدم هنا البنات جات خفيفه البنات، ان شاء الله راه غنصور لكم الاشكال النهائيه ديال هاد الرشيمات كامل.
ثانيه غنحاول نفرق الالوان. البنات غنعاود هنا باللون الازرق البلوسيال، هذا اللون ديال الجلابه، غنعاود وسط من هنا والخطفه. شوفوا معايا البنات هاد البلوسيه شحال جامعه هاد الصفر زوين غزال. كنشكر بزاف البنات اللي كيعجبهم محتوى القناه، كنشكرهم بزاف بزاف وكنقول لهم شكر جزيل الشكر لكم لانكم حتى نتوما ساهمتوا في توسيع القناه ولكم دور لانكم كتبارطاجيو مع احبابكم ومع الاصدقاء ديالكم، لكم جزيل الشكر مني كذلك. شكرا لكم بزاف بزاف البنات. انا بدلت اللون وغنعاود نخدم وسط من الخطفه، شوفوا معايا غنبقى بنفس الطريقه. شفتوا معايا البنات كنبقى بنفس الطريقه كنخدم. البنات هنا خدمت هاد النقيطة وعاودت عليها عدة مرات، غنبدل اللون تاني، غنبدل اللون بهذا الشكل وغنعاود عليها، غتجي زوينة هاد الجليليبة وبصحة مولاتها. عاودت بالاصفر الوسط البنات، عاد نرجع اللون الازرق ونكمل. البنات عاودت لي على الجوانب ديالها، عاودت لي على الجوانب ديالها، غنخدم الخنيجر.
صافي البنات بهكا نكون ساليت المريمه ديالي، غيبقى لي غير ان نفتح هاد البلايص يعني هاد البلاصه بالغازوار ان شاء الله ستصلح وتسالي، ونحلها ونخليكم ان شاء الله مع الشكل النهائي ديالها. ان شاء الله البنات غنصور لكم حتى نسيت هذه البنات ما عودتش عليها، غنصور لكم حتى الموديل برشيمات ديالي. البنات هكا نكون ساليت الرشيمه ديالي، كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء ان شاء الله في حصه جديده من حصص تعلم طرز الباطل متقون مع ام عثمان زيدات.